When I arrive, I already found this squad. لما جه لقى السكواد ده جاهز موجود، اللي هو اللعيبه الجديده اللي اتمضت يعني. I said yes in the first second. في ثانيه واحده قال اوكي. When we sign with a so big club as Zamalek with 50 million. في 50 ورا 50 مليون مشجع في مصر. What I expect. I must be prepared to fight in all the games to try to win. ويكسب كل الماتشات اللي جايه. عبدالله سعيد is one player. عبدالله سعيد لعيب واحد. So if you have 36 sons, لو عندك 36 you cannot give more love just one son. All of them I must look to them the same way. كلهم على نفس بنفس يبصوا لهم بنفس النظره وكلهم فرقه واحده. Of course in the end just 11 will start the game. في الاخر 11 and 7 will be on the bench. و7 هيبقوا في و7 هيبقوا في البنش. What we expect and the fans expect it take everything. اللي عايزينه الجماهير ان احنا ناخد كل حاجه. But we know that will be tough. هنعرف ان ده هيبقى tough. صعب وشديد. We have a strong league. عندنا دوري قوي جدا. Strong and difficult games that we will face. ماتشات صعبه جدا هنقابلها. In the Confederation Cup, في البطوله الكونفدراليه. In the cup. في الكاس. In the league. We have strong teams. It will be tough. بصوا يا جماعه انا بيعجبني قوي المدرب اللي يبقى جاي عارف قيمه المكان اللي هو جاي له. يعني هو الراجل واضح قوي بيقول لك انا من اول ثانيه وافقت، يعني من اول ما كلموني زي ما حضراتكم سمعتوه كده في تصريحاته الخاصه لبلاس 90، قال لك من اول ما مسؤولي نادي الزمالك كلموني انا في ثانيه، الموضوع ما خدش مني ثانيه، وافقت طبعا على عرض نادي الزمالك، انا عارف عدد جماهير نادي الزمالك وشغفهم وحبهم للنادي، وده كان دافع كبير جدا بالنسبه لي ان انا وافق على العرض ده، فدي الجزئيه اللي بالتحديد دايما بحب اقف عندها، سواء اهلي يتعاقد مع مدرب جديد او الزمالك تعاقد مع مدرب جديد، لان احنا عندنا يا جماعه ناديين كبار جدا في الكره الافريقيه والعربيه وحاجه منتهى العراقه يعني. فلازم اللي جاي يبقى عارف قيمه الانديه دي. فوضح على جوزيه جوميز ان هو عارف قيمه نادي الزمالك. فمش مطلوب اكتر من كده، طالما انت عارف قيمه نادي الزمالك اذا انت هتعرف تشتغل بناء على هذا الاساس. ان انت دايما مطلوب منك الفوز. وجمهور نادي الزمالك دايما ايه بيبقى عايز فوز واداء كمان، وده بيبقى يعني او دي بتبقى معادله صعبه جدا. مش اي حد بيقدر يحققها. بس برضه في نفس الوقت يبقى الفوز والانتصار لك في اي مباراه هي اولويه اولى. اولويه اولى. فبالتالي يعني واضح جدا ان الراجل جاي عنده دوافع كتيره قوي ومركز جدا، فنتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك خلال المرحله المقبله مع جهاز فني جديد وعدد كبير جدا من اللاعبين الجدد، فمرحله هتكون غايه في الاهميه. ده فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي، لسه في تقرير اخر خاص بالمؤتمر هعرضه لحضراتكم، بس خليني بس اتكلم على بعض الكواليس الخاصه بنادي الزمالك والفريق الاول لكره القدم تحديدا. وهبتدي برضو بجوزيه جوميز اللي يعني الراجل بيدرس الدخول في معسكر خلال المرحله المقبله، معسكر مغلق. امبارح كان معايا الكابتن عمرو عبد العزيز المدير الاداري الجديد لنادي الزمالك القديم الجديد اللي كان معانا في المداخله هنا في البرنامج، واكد ان ممكن يكون في معسكر مفتوح مش شرط يكون مغلق، لكن لسه برضو التشاور قائم سواء بقى معسكر مغلق معسكر مفتوح خلال المرحله المقبله، وده هيكون من خلاله بيستعد نادي الزمالك لمواجهه الاسماعيلي في بطوله الدوري المصري خلال الفتره اللي جايه. الراجل كمان على فكره اتفرج على عدد كبير جدا من ماتشات نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت، وكان عنده ملحوظه ان ازاي الدفاع بعافيه شويه وازاي عدد الاهداف الوافر ده بيدخل مرمى نادي الزمالك. بس هو اكيد برضو مدرب وفاهم اسلوب اللعب بتاع اوسوريو كان مشكله، ان انت مش مهتم خالص بالجوانب الدفاعيه على قد ما انت كنت مهتم تحاول تحرز اهداف، بس ده كلف نادي الزمالك كتير، لان انت زي ما في مقوله شهيره يقول لك دايما ايه اللي بيدافع كويس بيكسب. هو الزمالك ما كانش بيدافع كويس وكان بيكسب بس مش كتير، كان في نتائج سلبيه كتير مع اوسوريو. فتره الكابتن معتمد جمال هي فتره تعتبر تعديل الوضع شويه، فالراجل كان عنده ملاحظه واضحه جدا على موضوع الشق الدفاعي الخاص بنادي الزمالك واستقبال عدد كبير من الاهداف. ده بخصوص جوزيه جوميز يعني.